السلام عليكم الشيرات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. نبداو الفيديو كما العاده بالصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خواتاتي، هذا الجزء الثاني تاع الفيديو اللي درناه. قلت لكم غادي ندير لكم الطليه فيديو وحدها، باسكو هذاك الفيديو جاني بزاف طويل. هذيك هي قلت نقسم هذا نقسمها لجزئين. هنايا عندي ربع مغارف تاع حليب كما راكم تشوفوا، المغرف استعملت كبيره، ربع مغارف حليب كما قلت لكم. وغادي دروك نضيف ربع مغارف تاع ماء، هذه طليه سهله وناجحه مليون في المئه، ان شاء الله تجربوها. ربع مغارف تاع ماء، غادي نزيد دركا ربع مغارف تاع الزيت. هنا غادي نخلطهم حتى تندمج معنا المكونات. ونضيف لاغون تاع الفراوله، اللون والنكهه. انتي لا بغيتي ديري لاغون تاع الليم ولا تاع البرتقال ولا تاع التوت، كيما حبيتي انتيا، ذوق لي راكي باغيه تاع انتيا. دركا غادي نبدا نضيف في السكر كلاصي اللي كنت غربلته، نضيف حتى نتحصل على هذا القوام كما راكم تشوفوا. غادي نكلاصي حبيت معاكم، والكلاصاج هذا اللي قلاه تعطيه وقت باش ينشف، يعني ديريه وخليه يبات، الغدوة الصباح تلقاه ناشف. وما تخافيش عليه، هاد الطالية تقعد لك حتى شهر طرية كما راكم تشوفوا. هكا غادي نكلاصيه، ان شاء الله تجربوا هاد الطالية راح تكون ناجحة معاكم. هي ماشي كيما الشوكولات بالخوف تنشف، لا، اللي قالها وقت، اللي قالها تعطيها الوقت باش تنشف. راهي سهله طاليه، ودوك ربع مغارف قلاصت لي 18 حبه، يعني تغرم. وهذا هو الطاليه تاعنا مع صابلي بعد لي وجدت ونشفت، ان شاء الله تجربوها. تما كي بقات لي شويه مطليه زدتها الكولير وخزينتها تزيين بسيط. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. الى فيديو اخر، سلام.